أهلا بكم ثانية. تستمر بلدية الكويت في إزالة المخيمات في مختلف محافظات البلاد، وذلك تطبيقا للاشتراطات الصحية وقرارات مجلس الوزراء للحد من عدوى كوفيد 19. وقد صدر قرار في وقت سابق من مجلس الوزراء بمنع إقامة المخيمات هذا العام، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي للجائحة التي غزت العالم. ما زالت بلدية الكويت مستمرة في إزالة المخيمات المخالفة لقرار مجلس الوزراء، والذي نص بمنع التخييم هذا العام، حيث تقوم البلدية بإزالة المخيمات المتواجدة المخالفة في جنوب البلاد. بناء على تعليمات وتوصيات مجلس الوزراء في إزالة المخيمات الموجودة في البر لمخالفتها الاشتراطات الصحية، وبتوصية من البلدية بإزالتها ممثلة بإدارة النظافة وشغالة الطرق محافظة الأحمدي إزالة المخيمات الموجودة المخالفة. طبعا الاشتراطات الصحية هو الهدف منها لعدم التجمعات في الأماكن هذه، يعني لمواجهة فيروس كورونا. طبعا احنا إجراءنا في إزالة المخيمات، احنا قاعد نزيل المخيمات بدون إنذار، لأن هذه المخيمات أقيمت بدون ترخيص من البلدية، فبدي لها حق بإزالتها بأي وقت. طبعا راح يتكبد صاحب المخيم بالخسارة بإزالتها وبتغريمه وبرفع الخيام الموجودة وحجزها بالحجز البلدية، ويترتب عليه غرامات مالية يتحملها صاحب المخيم. وها هي بلدية الكويت تقوم بتطبيق القانون من خلال إزالة المخيمات المخالفة، من ثم تقوم بفك الخيام ومصادرة الممتلكات الخاصة بالمخيمات وتحويلها لحجز البلدية حتى يتم مراجعة صاحب المخيم للبلدية. ثلاث مخيمات بداية لنا بالحملة، إزالة ثلاث مخيمات في المنطقة، نفس المنطقة ثاني مرة في المنطقة نفسها. يوجد لدينا فريقين، فريق يرصد المخيمات وفريق يتم إزالة المخيمات. الآن تطبيق قرار مجلس الوزراء بإزالة جميع المخيمات لن يستثنى أحد من المخيمات في المنطقة نفسها أو في المحافظة الجميع. هو تعليمات من اللواء المتقاعد عبد الفتاح العلي في تطبيق القانون على الكل، ولن يستثنى أحد من تطبيق القانون نفسه. يوجد مخيمات مخالفة ويوجد أصحاب حلال، أما أصحاب الحلال يسمح له بخيمة رعي واحدة، إذا كانت عندها أكثر من خيمة رعي يتم توجيه كتاب إلى هيئة الزراعة لمخاطبتهم ويتم إزالته بفور. وسوف تستمر البلدية على هذا النهج في إزالة المخيمات المخالفة إزالة فورية دون أي إنذار مسبق. يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.